يفقد رمضان بريقه وأهازيج الفرح للعام الثالث على التوالي منذ سيطرة الميليشيات على الدولة وبروز اقتصاد الحرب والفيد والغنيمة بديلا أساسيا للاقتصاد الوطني الذي لفظ أنفاسه الأخيرة مبكرا. نصف راتب فقط ستمن سلطة الانقلاب بصرفه على موظفي الدولة بعد عام من انقطاع الراتب والانتظار المرير، في وقت ما تزال فيه ميليشيات الانقلاب تسيطر على ثلثي موارد البلاد وثرواتها. وبقدر ما كان يمثله رمضان في حياة المجتمع اليمني من موسم سنوي ترتسم في أيامه ولياليه أروع مشاهد التكافل الاجتماعي والمواساة، يبدو رمضان في ظل الانقلاب موسما لمفاقمة معاناة المواطنين بعد أن أغلق الانقلابيون مئات المراكز والمؤسسات الخيرية ونهبوا مخصصاتها. سياسة تجويع الشعب وإيصاله إلى ما هو عليه الآن من فقر مدقع وبؤس عظيم لم تكن عملا عبثيا من قبل الانقلابيين، بل سارت وفق خطة ممنهجة لتدمير الاقتصاد اليمني في كل جوانبه ومجالاته. فبفعل الانقلاب تدهورت العملة والأمن الغذائي وتعطلت التنمية وعجلة الانتاج، وبات أكثر من 20 مليون يمني بحاجة للمساعدات المنقذة لحياتهم بعدما نهب الانقلابيون حتى مخصصات الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة في شبكة الأمان الاجتماعي وصناديق الرعاية وبرامج الإعاشة والحماية الاجتماعية. لم يكتفي الانقلابيون بهذا الحد من تجويع الشعب، فقد قاموا بنهب قوافل الإغاثة الإنسانية المقدمة من منظمات دولية ودول خارجية دون ما أدنى مراعاة لمعاناة شعب يموت جوعا وتنهشه الأمراض والظروف المعيشية شديدة القسوة، في الوقت الذي يسجل فيه الانقلابيون أرقاما قياسية في موسوعة الثراء الفاحش.